مشاهدينا الكرام، متابعين جريدة 619، مرحبا بكم في هذا الحوار الخاص، حوار الفني. طبعا قبل ما نبدأ ضربة البداية، نحب تحية خاصة للسبونسور متاعي، طبعا يلبس فيا كل أسبوع، خونا طبعا غيث الفقيه في باب سويقة. شكرا لي اللي يحب لبسة حلوة ومزيانة كيفي أنا، خرجت اليوم مهر وحاجة كي كلاس. تحية مجددا هنا غيث الفقي في باب السويقة. اليوم الحقيقة حوار خاص مع فنان من طراز رفيع والحجم الثقيل. بمعنى هذا الفنان حبيناه برشا، وما ثمش شكون من الجمهور التونسي ما يحبش هذا الفنان، لانه الفنان تربينا على اغانيه، الفنان اعطاه كثير والكثير للاغنية التونسية، الفنان القدير الذي وافتخر اللي يكون حاضر معايا هذا المساء في الحوار الخاص، الفنان القدير عبد الوهاب الحنيشي. اهلا وسهلا عبد الوهاب. شكرا انيس على تقديم تحفون هذايا، وشكرا لجورنال 619 اللي استضافني الليله، وان شاء الله نعملوا جو حلو. وانت انيس ابهرتني، نعرفك ملي انت صغير وعمال وانت تقدم وعمال انت تتالق، إن شاء الله مزيد من التألق ومن النجاح. وافتخر بهذه الشهادة خاصة من فنان عبد الوهاب الحنيشي اللي تعرفني نحبك برشا، وما ثميش أي برنامج سواء إذاعي أو تلفزي وما ثميش في ضربة البداية نتاعو ما يكونش فيها حاضر عبد الوهاب الحنيشي. والحمد لله. مرحبا بك. وسعيد جدا كذلك باش تكون ضيفتي وحاضرة معنا في الحصة الفنانة لبنى البدوي، طبعا اللي تحت إشراف الفنان القدير عبد الوهاب الحنيشي، والاكيد تعامل ما بيناتهم تعامل فني كبير وكبير جدا. هذا كله باش نستمتعوا في هذا الحوار وباش نعرفوا اكثر تفاصيل مع عبد الوهاب الحناشي ولبنى. لبنى البدوي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. نشكرك انيس على الاستضافه هذه في جريده 619، وانا سعيده بحضوري معاكم وبالاستاذ عبد الوهاب الحناشي. وكهو بضربة البداية ساعة نبدو عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي الحقيقة في الأيام الأخيرة ما يقال في وسائل الإعلام التونسية والصحفية، كل زملائي يقولوا عبد الوهاب الحناشي عنده مولود جديد فني، وخاصة باش يولي يغني ثنائيات مع الفنانة لبنى. فسر لنا ساعة العملية هذه كيفاش، والاندماج مع لبنى كيفاش صار. لبنى البدوي أبهرتني بصوتها في لي كلوب دو شون اللي ندورو فيهم، صوت جميل جدا ويؤدي النوع الثقيل والطريف، يعني السهل الممتنع. جات فكرة أن أون بو فير دي دويتو مع بعضنا، وقال تغني وحدها، خاطر هي ألي كابابل، صوتها معناها جميل ويمتاز بقوة ويمتاز بطابع وجرجومة خاصة بها هي. وكنت تعرف نجاح الفنان أكثر منه يكون الزمارة متاعه، احنا نقوله زمارة متاعه واحد، معناتها يعني نوعية الصوت والطاقة الصوتية كذلك مهم جدا. ولهذا أنا معناها عن نتنبأ لها باش تكون معناها فنانة من الكبار، نوع ثقيل بقدرة الله. وباش نعمل لها ألحان، واللي يحب زاد يلحن لها يلحن لها، مش نحتكر. هذه ساعة واش نوصلوا لموضوع الاحتكار الفني يعني بين قوسين. بين لبنى تعامل مع عبد الوهاب الحناشي، ساعتنا الاندماج مع عبد الوهاب الحناشي وهذا الرجل الفنان القدير أعرفه جيدا شخصيا. عبد الوهاب مسهل ومسعيد مش ماشي بك. فوالا مدام لبنى، قلت لك التعامل مع عبد الوهاب الحناشي وهو مزاجي، لقيت راحتك الحقيقه وحكينا بصراحه ونوعدوا بعضنا من توا انه باش يكون الحوار جاري، واللي فما صحيح تقولوا واللي فما غلط تقول. مستعده لهذا ولا؟ انا لبنى بدوي معروفه بصراحتي، اللي برشا يمكن ما نساعدهمش بجرأة متاعي وبصراحتي، وما نجمش نكون إنسانة أخرى
حتى كان تو يتفرجوا فيا سادة المشاهدين. كان نكذب ولا حاجة يعني يقولوا هذه ماهيش لبنة. حاشيك بكل جاوبنا تو على عبد الوهاب الحناشي. انا ما نجم نقول كان على الأستاذ عبد الوهاب الحناشي اللي تربينا على صوته وتربينا على اسمه الكبير والكبير ربي. انا مني صغيره نعرف عبد الوهاب الحناشي، مش يعني هو راهو كبير برشا ولا حاجه، لا مش كبير كبير في الفن. بون انا بنت خزنه دار، تربيت على بنت خزنه دار وباردو، تربيت على الفن. دارنا زاد احنا خواتي تبارك الله، وانت تعرف خواتي يعني علي بالمناسبه نقدم لخويا في باريس زاد تحيه علي البدوي. الكلهم خواتي كل كلنا رانا فنانين. اما كل انسان وذنه لوين تروق. انا فنانه ما جاش نقول على روحي فنانه كبيره، ولا انا فنانه كيما التوانسه كل نحبوا الفن، اما نحب الفن العتيق، الفن التونسي، الفن الاصيل نتاعنا. هذايا ما ينجم يكون كان مع فنان اصيل تونسي، فهمتني؟ ما نجمش نغني غنايات اخرى وانا ما نجمش نقدها. يمكن نجم نقد تربيات، نجم كل انسان وشنو ذوقه. انا ذوقي تربيت على الوالد الله يرحمه وامي ربي فضلها. احنا نحب كي نعملوا قاعده في الدار نعملوا قاعده بالحق تونسيه، فهمتني؟ يعني كي نقعدوا في الدار نكونوا قلقين، اخويا مش هجب الدربوك اللي خرج بالدار ونعور تتبوع ونعور تتبوع فهمت؟ يعني كل واحد يقول غنية، فهمتني؟ حتى لين تولي قاعدة، تولي سهرية، تولي صبحية، كلهم فنانين، فهمتني؟ الكل هكاك من لا شيء نخلقوا شيء، فهمتني؟ بالنسبة لسي عبد الوهاب الحناشي، انا كنت ديما نغني، نمشي لي كلوب دو شون، نغني في عروساتنا، نغني في عروسات اصدقائي يعني وصديقاتي. بون سي عبد الوهاب الحناشي احنا في كلوب دو شون ما نغني، وكل معانا ما نعرفش برشا برشا نساء غنينا الكل كل. فما عنده هو اغنيه يعني لي هو من الحانه هو، بعدك باش نسمعوها ونشوفوها. بون كي غنيت هنا فما راحني الا سي عبد الوهاب قال لي وتات صوتك، قال لي انت فوالا انت بحسه الفني. طبعا حس اني الغنيه اللي هو ملحنها اي اكيد بحسه الفني، فما حتى شيء اخر. بون كذلك غنيت قدام الاستاذ الكبير سي عبد الكريم صحابه، غنيت قدامه زاد غنيته غنيه من غنياته، قال لي انت همس الموج. يعني الحمد لله. على فكره تأدي النوع ثقيل، ورده، ليلى مراد، نجاة الصغيره، تأدي كل شيء اللي عجبني فيها. وليه وتو كي قلت همس الموج همس الريح الحقيقه فالاغنيه صعيبه ماشي. وتحيه للاستاذ الفنانه ومنيا وربي. انا بالمناسبه انا ديما في كل يعني حصه نمشي نتعدى ونغنيها وننسى الفنانه القديره اللي نحبوها الناس الكل منيا البجاوي، اللي هي منيا البجاوي اللي بشكون ضيفتي في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله وبالمناسبه انا نحبها برشا برشا برشا، وسمعتها وتربيت على اذنها هي يعني على صوتها ولا فهمت. تحيه لمنيا البجاوي. تحيه لها. في نفس السياق مدام لبنى، انت فنانه متميزه الحقيقه، سمعتك ان شاء الله حتى في الظهور في الايام القليله الماضيه مع الفنان عبد الوهاب الحناشي في برنامج على ما يظن على قناه تلفزه تي في. تلفزه تي في مع عبد الرزاق مع علي تلفزة. لا تلفزه تي في عبد الرزاق مع عبد الرزاق وتونسنا علاء الشابي وامين قارة وامين قارة وعملنا كوثر باردي. عملنا حصه كوثر باردي مش كوثر بالحاج نو كوثر البرد حصه يعني صباحيه.
انا كانيس البيجي كعالمي وامتهن هذه المهنه العزيزه والغاليه علي، نعرف ناس يعني تربيت على اكيد الوالد الله يرحمه كان يغني الله يرحمك هذه البيجي الله يرحمه يرحم الوالد. كنت صغير يعيط لك يا مواطن يا صالح، مواطن صالح على ذكر المواطن صالح، نعرف نسمع معناتها. انا شخصيا بالحق صوت انت لبنى والله اتمنى لك كل النجاح والتوفيق لانك تستحق الحقيقه. بين كيفاش نخيرك الان وباش تكون صريحه؟ خيارات ممكن مؤلمه وموجعه، لكن الاكيد باش تجاوبني بكل صراحه. دي نعم ان شاء الله. وكاين حاجه ما تحبش تجاوب عليها نزفها من غير تشنج، اوكي؟ ان شاء الله. بيه. لو تتيح لك فرصه باش تعمل ديو نحيو توا كانوا عبد الوهاب الحنيش متفاهمين فيه، يعني ما يلقب في الايام القليله القادمه هو اقترح هذا زاد انا ولا بالحق لبنى عبد الوهاب. واضح والله هذايا انا ما نعرفش اللي يشوفني يقولوا لي قطع النظر على عبد الوهاب. قولوا لي لبنى اسم فني، اسم فني هذايا لقبني بها الاستاذ عبد الكريم صحابه سي عبد الرزاق الشابي. مؤخرا نشكر زيد فما انا يعني وقفت قدام لجنة التحكيم اللي هي فيها الأستاذ العيادي سي عبد الرحمن العيادي اللي هو قال زيد لبنى عبد الوهاب وسي ناصر صمود. بهالمناسبة انا نحب نشكرهم، قدم لهم تحية كبيرة. لجنة التحكيم كل لجنة التحكيم كل 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 وخذت بطاقتها احتراف خمس سنين يا عبد الوهاب نحترم ادبي. انا من انا تو في البرنامج ديالي وين ندير الحوار نتاعي لهنا قاعد تقص تعلى العين على الحاج. ليه ما تعليش ما خليني ندير الحوار نتاعي يعني نحب نكمل يا خويا دير انا حبيت نشكر الاساتذه هما اساتذتي نسميهم كبار ونحبهم برشا رحاب الصغير المدام رحاب الصغير سي منير المهدي سي منير الزرقاني سي والله داروا بيا برشا لمحاله نهارتها قريب عبد الوهاب باش تسميه لي الززار والخضار والله داروا بيا برشا انا نهارتها. لا احترام الاساتذه هذوما انا مش محترم معناتها بارك الله فيك والله ماني مش نقص بالكش يعمل بالكش يعمل فيا كاميرا كشي معايا ورحمه امي علاش تفز فيا مانيش نصف ليه قلت لك معناتها اساتذه كبار اللي في اللجنه التحكيم يفو دير سا سي لا فيريتي. يا عبد الوهاب نتبعوا الحوار واسلوب الحوار باش ما نخرجوش من باش ما تخرجش من قشرتك. يمشي باه يمشي ليه باش ما نخرجوش من الموضوع معناتها احنا في الموضوع تمام. قلت لك نخيرك يعني باش تعمل ديو مع الفنان تحب الشباب والا يعني اللي عندهم تاريخ كبير في المجال الغناء والطرب شكون تختار مثلا باش تعمل معاه ديو؟ هو اي انسان راه يحب الشباب وتاريخ زاد شباب بتاريخه انا مثلا حب. عماد عزيز وي نحبه برشا عماد عزيز ايمن لاسيق ايمن لاسيق الشباب هذوما طبعا لبنى مازلنا في الحوار ونجيو الاستاذ عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب لبنى عندها خيارات فنيه الحقيقه. انت توا عبد الوهاب علاش مشيت في الاغاني الثنائيه؟ بمعنى انك اخترت يعني لبنى فقط والا التمشي نتاعك ممكن فما فنانين اخرين في المستقبل يعني شباب ولا اللي طالعين فنانين شوف اخرين شوف نقول لك الدويت معناها ديو ينجم يكون انا ولبنى ينجم لبنى تكون مع حد اخر ينجم شباب مع بعضهم اما انا نحب نرجع هاك ستيل هذاك اللي كان قديم معناها ثنائيات حلوين برشا ينجموا يثريوا الساحه الفنيه يزي من هما لي جروب في العالم كل اكل لي زانديفيديواليتي وحده يطلع سور سين ما عادش ولا دي جروب والجروب يعطي اكثر ويعطي مساحات خير ونتبع العالم اصبح دي جروب ما عادش دي زانديفيديوال فهمت ما عادش فما واحد يطلع الروح وحده يغني. نرجعوا في توا في 2024 الحقيقه وانت شاهد على العيان معناتها من الثمانينيات حتى شيل توا ل 2024 المشهد الاعلاني الصمعي البصري ككل كفنان شنو رايك فيه معناتها وشنو تقترح؟ لانه الحقيقه عبد الوهاب فما برشا اصوات مميزه ومميزه جدا
الاعلام ولا يطلب في الفلوس من الفنانين، وفما فنانين في البدايه نتاعهم عبد الوهاب ما عندهمش امكانيات، او كان هما اللي في 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 اخر عمرهم ما عادش عندهم. شنو تقول لي انت بداياته؟ بداياته ما عندوش جمله، ما عندوش جمله. فوالا نقطه استفهام. انا نقطه استفهام وهذه نحب نوصلها لكل الاعلاميين اللي راهو في العالم كامل. انت عندك معناها وحده زمنيه باش تعبيها بغنيه، تخلص السيد اللي جاب لك الغنيه اللي انت عبيت بها باش تبيع بها. من المفروض هذا المفروض. احنا في تونس تعطيني باش تتعدى، شو معناه؟ مش معقول. دونك لازم يغيروا. راك انت ماده جايبها لك انا مخلص عليها الشاعر الملحن، مخلص عليها زاده قاعدات باش توصل للصحافه وتوصل لل الناس كلها اصبحت حاله فمها تحب تاكل. والفنان هو الحلقه الضعيفه تحب اي لا ورد بالك. فما زاده حاجه اخرى ولا زاده هالكوفر وهال اعاده الغنايه وما غير غنايه. شنو عندك على ظهرك عمرها 30 سنه انت هززها فانت لا قال شنو كوفر ونعاود نغنيها ونحطها في اليوتيوب ونضرب بها الملايين ومولاها قاعد في الدار فانت مربع يدي ولا في صحيحه يعني. اي ما تغنيهاش صحيح غالطين. الاصل يقعد هو الاصل. ثم نحب زاده نفتح قوس اللي ما فتحه حتى واحد، الكلوب دو شون اللي وصلوا يسافروا في العالم كامل ويخلصوا ويخدموا بهم في الحفلات وفي الواحد باغاني غيرهم اللي انا منهم غنيتي انا. انا خويا تخلصوني كيما 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 انتم خلصتوا. كيما نحب نلفت انتباه لي كلوب دو شون خاصه اللي امتهنوها ولا يصوروا بها في الفلوس. عندنا فما دروا دوتور خلصونا يا خويا، انتم قاعدين تاخذوا في الفلوس من عند اللي يجيكم بحذاكم يخلصوا فيكم باش تغنيوا لي غنيتي انا وانا قاعد في الدار. مش معقول. صحيح مش معقول. لا حزن لا حد شيء. لا هذيك ماده نتاعي انا انا اولى واحد ومش انا وحدي، الشاعر والملحن زاد يزمو ياخو بي عبد الوهاب في نفس السياق على تو كيما محبوبي ولا صبرك مكتوب في عادات بالنسبه لي انا وتتهمني انا شخصيا كاعلامي كانيس البيجي نحكي باسمي وحتى حد باقي نعودها راه ما علمني شنو نخدم وشنو نقول وشنو نعمل. نقعدوا كيما ولاد صغار ناس كورتي ونروح البرنامج برنامجي يا سيدي وانا حر في برنامجي ونسال شنو نحب ونحي شنو نحب. واضح نقطه وتعرفوا رواحكم على شكون قاعد نحكي. اوكي بعض مثله من الزملاء الصحفيين والاعلاميين واختصاصهم مش لازم نكبروها. بي عبد الوهاب باش نقعدوا في نفس السياق لعادات نتاع الاغاني كيما محبوبي مثلا انا تنرفز والله العظيم والله وخذيت ايه نحكي على روحي انا وحاجه تهمني كان انا بمعنى اني انا توجعت مع الاعلاميه القديره بيا الزرزي تحيه لها. ريت الحكايه هو انها تعديت بالنسبه لي كنتي مرور الكرام بالنسبه لي انا كاعلامي لا مش انت برك انيس برشا عباد ما عجبتش يعني لانه توا سامحني كي تقول لي الشاعر ولا الملحن ومن هي انا زاد الفنان اللي دفعت لك خويا باش ما سامحني انيس نقص كلامك. جاو ما نعرفش شكون يعملوا القانون هذايا ان المؤدي اني كو بوستاجي حتى ديكم شال روح ما عنده حتى مربوح من الاغاني هذيك. اي داكوردو هذيك الماديه يا ربي اي المعنويه والوي نتاعك انت انت لحنت وانت كتبت لكن انا هزيتها على كتافي انت المؤدي. لو كان ما اديتها لكش انا راه ما تنجح لكش لا بصوتك لا بصوت غيرك. ايوه متجمش نعرج على هالكلمتين نيس ومحليه واحد يفتح قوس بالحق في الحوار هذايا خاطر كامل جامل تحسوا. انا لبنى بدوي اللي انا يعرفوني الناس كل لبنى عبد الوهاب فهمت يعني ديما مع عبد الوهاب ونغني مع عبد الوهاب وكل شيء. صدقني يا نيس انا ما نجمش وسادة المشاهدين يعرفوها فيا اصحابي وكل شيء ما نجمش نغني غناية من اغنية عبد الوهاب الا ما نشاوروا نقول له راني مثلا مش نغني هكا
بالعكس ساعات انا بدا غلطه يصلحني فيها فهمتني، اما حتى هو لو كان بجنبي يبدا قاعد نقول له باش يطلبوا مني مثلا باش نغني غنيه وين يا غرامي وين ولا محبوبي ولا اغانيه هو فهمتني. انا خرها البارح زميلتي لبنى بربي وين يا غرامي وين، والاخرى طلبت مني مره نسيم سيف فهمتني. قلت لها امان امان او مولاها تفضل قل له هو اسمع الميساج نحب نسمعها منحشم. قلت له بالعكس تحشمش هو يقولها خير مني فهمني. باهي لبنى نمشيو له شويه اغنيه خلينا نبدلوا شويه الريتم صحيت فهمت، نبدلوا الاجواء نتاعنا. واما والله العظيم انا محلاها والله يعجبني انا الحوار نتاعك وحسيتك كي عرفت متحمس لا لا مش متحمس بالحق. اللغه نحكيو بها هذيك لغتنا لغه ولاد البلاد اللي نفهموا بها بعضنا يا توانسة، احنا ما نجموش نفهموا بعضنا الا بلغه بعضنا. لغه سالو سافا ميرسي خاطيتنا نفهموا بعضنا خاطر احنا ولاد بلاد ولاد ربط. انا بيرسونيلمون عجبتني لغتك، انا بنت الحفير وباب الخضرة. نمشيو تراها مباشرة تحب لنا تعبد لنا همس الموجة؟ اي اي للفنانة مونيا البجيبي تحية لها. اي قدم لها تحية والله، وديما نطلب منها السماح خاطر نغنيها ونذكر خاطر نحبوا برشا الأستاذ عبد الكريم صحابه ومش ننساها ما نعرفش علاش. سامحني يا مونيا البجيبي. وما ننساوش اللي كتبها سي الحبيب محنوش. الحبيب محنوش تحية ليه. تحية ليه. همس الموج وهمس الريح وانا والليل الليل الليل وقلبي جري. همس الموج وهمس الريح وانا والليل الليل الليل وقلبي جري. ظلام الليل يغطيني أيوه حبيبك وين رحل عني خذاه الليل وقال الموج حبيبك راح خذاه الليل خذاه الجراح. همس الموج وهمس الريح وانا والليل الليل الليل وقلب جريح. با انا مانيش حافظتها كومي الفو، يمكن فما حاجات اكايا يا بنتي لبنى والله يا سمحي يا مونيا كان غلط شي حاجه ولا والله ما نعرف بيسالش ممكن في كلمه صغيره، لكن ما شاء الله عليك الحقيقه صوت متميز. واشكرك استاذنا الكريم خذاه الليل خذاه الريح. انت معايا عبد الوهاب ولا نكملوا الحوار؟ لا 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 قلت لها باش تسدها في مره. ركز شويه عبد خاطر حاسك ماكش مركز تو. لا لا مركز ركز شويه تبدا تغني هي ركز بالعكس. بيركز معايا انا شويه في الحوار. غني انت تو استاذ يزبي استاذنا الكريم باش نواصلوا الحوار. هي تو لبنى ما شاء الله على الصوت نتاعها في السياق هذايا باش تجم تجاوبها بالاغنيه عبد الوهاب؟ انا؟ ايه صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر ايوب يا ربي ذابت القلوب وزاد علينا كلام. الناس مش شي صعيب يا قلبي ما دمت غريب وحداني مليك حبيب تتعجم من ظلم الناس. مش شي صعيب يا قلبي ما دمت غريب وحداني مليك حبيب تتعجب من ظلم الناس. الله 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 والله قد ما نسمع. انا باش نجاوبه بربي. جاوبه اخوي. اي باش نجاوبه. اي لبنى جاوبه. اوعدك اوعدك وانت وانت بعيد. ايوه. تفضل حبيبي تفضل حبيبي.
أوعدك دايما فاكراك أوعدك ولا يوم حنساك أوعدك الله الله. دايما فاكراك أيوة. أوعدك ولا يوم حنساك أوعدك وينساك ولا يوم أنساك يا حبيبي. الله 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 والله يعطيك الصحة لبنى. بعد ما سمعناك في زوز أغاني الحقيقة وخاصة عجبتني غنية الفنانة القديرة مونيا البجاوي بي لبنى ما حاولتش ولا ماكش قاعدة تحاول؟ أكيد مدام معاك عبد الوهاب الحنيشي متهنين من حاجة أنك إن شاء الله باش تمشي في الصحيح الحقيقة. خممتش أنك تعمل حاجة خاصة ليك بيك أنت أغنية إنتاج خاص جديد بتغني أنت؟ أنا كان أول ظهوري يعني اللي ظهرت به في الإذاعة في التلفزة بأغنية من ألحان الأستاذ عبد الوهاب الحناشي اللي هي محلى عينيك. محلى عينيك بي سمعنا منها لقطة اش قولك؟ واجب هلا اي تفضل بي نسمعوا منها تنقول لك عليها طبقتك. محلى عينيك تحت حواجب هلا محلى عينيك تحت حواجب هلا سمحت الله وهالنظرة صابت كنيني النظرة صابت كنيني النظرة صابت كنيني النظرة صابت كنيني لله من تحت حواجب هلا ليلى لا 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 تري لا 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 ايوه لا 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 جات لعطيفك نيني نوم هجرني والمحبوب نسيني جات لعطيفك نيني نوم هجرني والمحبوب نسيني كثرة أوجاعي يا طبيب داويني كثرة أوجاعي يا طبيب داويني مشكل غرامي تقدر عليه تحل وهالنظرة صابت كنيني صابت كنيني صابت كنيني النظرة صابت كنيني لله من تحت حواجب هلا ليرا را ريرا را لا را 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 ليلا لا لا را را دير ليلا لا لا دا ليلا لا را جيت لعتي في جاشي مريض الهواء ترارارا ممحوني ما يبراشي جيت لعتي في جاشي مريض الهواء ترارم ممحون ما يبراشي متبع ثنيته في تريقة ماشي متبع ثنيته في تريقة ماشي حالف بيميني ترارم نحلف بيميني أيوة والفي لازم نوصله وهالنظرة صابت كنيني صابت كنيني هالنظرة صابت كنيني هالنظرة صابت كنيني لله من تحت حواجب هلا محلى عينيك تحت حواجب هلا محلى عينيك تحت حواجب هلا سمحت الله ايوه وهالنظرة صابت كنيني صابت كنيني النظرة صابت كنيني النظرة صابت كنيني لله من تحت حواجب الله 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 الله
الحقيقة أغنية أغنية متميزة جدا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش تتسجل عبد الوهاب وأمورها واضحة وباسمها هي باش تخرج باسم لبنى. بيانسير بيانسير أنا لبنى وعدتها عندي أغاني أخرين باش نعطيهم لها على خاطر صوت واعد صوت جميل جدا حرام باش يقعد مغموم يقعد على 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 كلوب دو شون برك لا أنا نحب نخرجها بمستوى آخر وتبدأ بغانيها وما تبداش تقل مش كيما برشا فنانين معناتها وقاعدوا في التقليد وما تقعدش تعمل في الاعادات الحقيقه اللي الاعادات ما تسمى الركيكه الحقيقه تو والله بالحق نحب نسال شويه تو غنيات مثلا ما نحكيوش على عبد الوهاب برك نحكيو غنيات خالده عند المواطن التونسي تقول لي من بعد نوزع فيها واحد راهو يمطوها ويمطوها والله 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 عندي ملحوظه برك انا من عند عبد الحليم ولا أم كلثوم ولا أي فنان كبير أنت تغني خير منه الجملة اللي تزيد فيها تزين فيها أنت هي مجتش البال وزعمة هذا كركاكوين ايه ركاكوين بالحق معناتها كان يخليه ساعات نعمل شوية زينة يقول لي ليه قول هكي ما هي والله يعني ساعات هكي تحب تزين يعني تحب تزين يقول لي ليه يا لبنى راي كما قلتها هي كما قالتها مولاتها ولا صحيح. مولاها خير خير معناتها تخليها كما هي اديو الامانات بالضبط كما غناها مولاها ما تزيناش ماكش خير منه انت خليها معناتها فلنا ما تير قال شو قال نعطي في مجهود اعطي نتاعك انت اخلق انت ابدا انت واعمل في الحب انت في نتاعك انت كل حد باش نقول له وين يا غرامي وين 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 رايح بقلبي وين ما تقول ماشي وين 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 حرت معاك لعرفت روحي وين 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 ماشي وراك يا هل ترى مكتوب ترى نصبر معاك نذوب هل ترى مكتوب نصبر معاك نذوب ولا عليك نتوب من بعد حب سنين الله 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 بصراحة والله تسلطينا وشيخة والله يا حسرة والله الحقيقة قاعدة معاكم رائعة جدا جدا بينا نكملوا برنامج بينا احنا كوحد والله والله وحدنا نقعدوا ونقيلوا ونرقوا لهنا ونتعشوا فهمني وليه ونكملوا حتى انت حست محليها خفيفة كيف مولاها محليها بالحق والله انيس انا فرحانة اللي انا بحذيك وماخذة راحتي باش نمشيو الان في ملف خاص لعبد الوهاب الحناشي عبد الوهاب الحناشي جاو بنعم او لا او قول باس بيه. اوكي ما هو في الرميه في البلوت فما في البلوت اعتبرها بلوت حاجه ما تحبش تجاوب عليها قول لي باس اوكي عبد الوهاب الحناشي ما يقال لعبد الوهاب الحناشي انه يغني في الراب صحيح ولا لا انا نحبه الراب مش ما نحبوش نحب فيه بعض الرابور مش كل صراحه ونحب فيه جرأة الكلام تاعه مش البذيء كلامش على الكلام البذيء جرأة الكلام في نقل الـ الحالات الاجتماعية أو يعني الشباب الصعوبات اللي عايش فيها وكذا أنا هذيك نحترمهم فيهم نورمال باهي حبيت أنا نهار نعمل حويجة راب لكن الراب بطريقتي أنا شو معناه بمعناه معناتها لهنا لهنا ناخو لو ريتم نتاع لي رابور خاطر لو ريتم هو الذي فرض الراب في الشباب راه والمواضيع بصراحه اما الغناء لا توا ولاو يعملوا ميلودي توا قبل ما كانوش يعملوا ميلودي كلام كله كلام باهي توا فما كلكو ميلودي وتفطن لها البلطي بلطي ذكي بدا بها البلطي اي فوالا الميلودي خاطر ايش نقول لك حاجه لا تسمى اغنيه الا بالميلودي باش غناء بلاش ميلودي شو معناها الميلودي هي الجمل الموسيقية باهي عبد الوهاب غنيت انت راب ولا ما غنيتش لا ما غنيتش اما نحضر في وحده
تجمش تعطينا منها نعطيك حويجه. هذه كلمات السي حسن المحنوش تحيه لي. يقول واحد صوره صوره سي كوا سي شاب في الكليه يعني عجبته بنيه لكن ما عندوش الجراه او الشجاعه انه يمشي يكلمها وكذا وكذا يحكي مع قلبه. قالوا الوقتاش يا قلبي عليها خايف والوقتاش يا قلبي عليها الحال الوقتاش دمعك فوق خدك هايف والليل يا قلبي عليك يتوال الوقتاش يا قلبي الوقتاش يا قلبي اي الوقت اي مشيت لي رابور صحابي بون وقعدت بحذاهم وخليت ريتم اللي هو الاتي تب 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 تعدي رابور عرفت التخميره الوقتاش يا قلبي عليها خايف الوقتاش يا قلبي على الحال الوقتاش دمعك فوق خدك هايف والليل يا قلبي عليك طوال الوقتاش يا قلبي. ايه هاو خويا يولي عبد الوهاب ريكو. علاش ريكو؟ اسم الرابريت ما هو داخل ماركس. لا 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 عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي. في عينيك برشا حب. برشا حب برشا حب بالحق. للناس الكل. نعرف للناس الكل لكن بمعنى انه عبد الوهاب الحناشي بالحق راه في هاك البيبي. حتى في الاوف قبليك والله العظيم ورحمه الله يقول في الحقيقه جو سوي بيبي جيتي توجور بيبي في عينيك برشا حب تعيش في في حاجات غريبه الحقيقه في داخلك وفي مخك وفي عينيك لانه حتى نحكي معك في الاوف احلم دائما دائما عندي حلم دائما اطمح الى حاجات اخرى والحب الجديد هذا اللي في وسطك البيبي هذا قاعد ينمو راه فيه يكبر بالحق وفي عينيك وظاهر ظاهر عبد الوهاب الحناشي بالحق. شوف 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 لا 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 الحياة تعلمك وتعطيك دروس باهي. أنا عيني تحلت على برشا حاجات لا فائدة في الدخول في لي ديتاي ونحس توا في رغبة في أني كيما بديت من الأول عام 81 82 جو فور كومونسي maintenant. باش نختموا طبعا اللقاء الخاص والمتميز والله اللي حسينا بالوقت تسع ما تعدات في حوارنا. باهي لبنى في السياق سؤال خفيف وان شاء الله جاوبني بكل صراحه بين عام عملي ام زافي والا قل لي. باهي لبنى لبنى والحقيقه ها كيف كيف قاعد نحس هاو غادي باش ننطق كيف كيف نحس فيك في بيبي نحس عندك طاقه رهيبه ورهيبه جدا نتاع كانه واحد عمره عامين ثلاث سنين يعيش في حاجه نتاع حب او حاله حب جاوبني هل تعيشين في حاله حب توا في الوقت هذايا اي والا لا خويا نيس انا الحب اللي سالتني عليه انا منذ نعومه اظافري فهمتني انا تولدت في عائله كلها حب ينبأ صدقني عينينا قلوب بين بعضنا بين البو وولاده والام وولادها تربينا نحبوا بعضنا يعني فماش مانع كيفاش نحبك انت يا نيس فماش مانع كيفاش نحب سي عبد الوهاب فماش تربينا بالحب ما نجموش نكونوا اللي يحب راه ما يغدرش اللي يحب ما يكذبش اللي يحب يلزم يكون ديما عطاؤه صادق للانسان بون هذيك تجيه الغدره ميسيرش ما نكفيوش نحنا احنا تربينا ما نكفيوش اما تربينا نحبو كيما نحبو لرواحنا نحبو لغيرنا وهذا اللي نجم نقولو انا نحب امي برشا بالمناسبه نسلم عليها ومريضه شويه نقول لها امي ان شاء الله لاباس واخواتي الكل في باريس ونقدم لهم بوسه وتحيه لوليداتي ما نعرفش نجم زاد نقدم تفضل البنكات نتاعي اللي هي مدام حميده في سمح لي منزاسيس منزاسيس نقدم لها تحيه واللي لبستني زين ال منزاسيس
الكلهم 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 نحبهم برشا. ريت الحب كيفاش يا نيس يتمثل في برشا حاجات. انا عندي تحيه مثالش كما وعدت، انا سي قيس، سي قيس كواف في شارع الهادي نميره نصر 2، تحيه ليه اللي رتب لي هالصلعه الشعر. تحيه ليه، تحيه لكل العاملين معاه وكلهم، والاخت انيسه، وتحيه للي لهيت لي بحويجي في السعيديه، اختنا لميا مقابله دار الشباب السعيديه. امشي وهزوا حوايجكم غاديك ينظافوا ويتحدوا وما تندموش. شكرا لك الفنان القدير عبد الوهاب الحليش، كذلك سعد جدا بالحق باللقاء. وعندي حاجه اخرى، عندي صديقي نبعث له الهديه هذه. من عذبك تتخلص مني، انا ذنبي ايه بتعذب فيا، ليه العوازل حاسديني ليه دول حقوهم يبكوا عليا. شكرا لك، برافو الفنان القدير عبد الوهاب حنيشي، كذلك المطربة المتعلقة لبنى اللي الأكيد إن شاء الله نتمنوا لها كل النجاح والتوفيق. مشاهدينا الكرام، متابعين كذلك جريدة 619، هنا وصلنا لختام البرنامج في ساعة ما تعدى الوقت. نحب نقول لكم كذلك ورمرسيمون اللي لبسني السيد غيث الفقيه، طبعا اللي موجود في باب سويقة كل أسبوع باش تكون الأناقة طبعا ديما من عنده في باب سويقة. نحب نقول لكم إلى اللقاء، وفي حوار خاص فني مع النجم من نجوم تونس إن شاء الله. إلى حين نلقاكم، إلى اللقاء، باي باي.